مشاهدينا بعد اسبوع او بعد اجازه جميله، طبعا اكيد ويكند سعيد لنا ولكم. نطلع عليكم على شاشه الفجيره عبر التلفزيون او عبر برنامج 7/7 المحمل بالمواضيع الجميله والاخبار المهمه. خلونا نمسي على زميلي عبد العزيز. عبد العزيز جاز سعيده، مساك الله بالنور وسرور. سهام، مساكم الله بالنور وسرور مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في برنامجكم 7/7 على قناه الفجيره مطلع الشمس. سهام، قلتي بعد اسبوع، شكل الشهر من كثر ما هو طويل حسيت بدل تقولين الاجازه اليومين خليت الاجازه اسبوع. ليش؟ او يمكن افكر اني اخذ اجازه عشان سفر شيء كذي بعد. لا تنسى، لا تجرحينا، نحن مو كل واحد يقدر يسافر. طبعا مو كل واحد يقدر يسافر سهام، لا تجرحينا، مو مشكله. زين، انا ترى اسلي في السفر واضحك والله واسولف. يعني انت كل شيء ببلاش؟ لا اسولف على الاخر، شكلي يبغى تذكره ببلاش. وعلى فكره انت وايد تصورين وانا بصورك بعد مجانا. ها اوكي، وبنزلها على حسابي. اوكي خلاص، وين ناوي تسافر؟ اي مكان عادي، اهم شيء اسافر. شوف ترى معانا حد هني في الجاليري يقول بيسافر ويانا. لا لا بيكون زحمه، ما ناخذها معانا لبا. زين، قاعد بتغني لنا وبتعزف لنا، يعني بتستوي جو احلى بعد. خلاص اذا كنت بتشيلين كله ما بيكون في مكان لي. زين يلا خلينا نخبر مشاهدين الكرام انها اعلنت هيئه ابو ظبي للزراعه والسلامه الغذائيه عن انطلاق حدثين عالميين رئيسيين في اماره ابو ظبي نهايه العام الجاري، واللي هي كانت توجيهات ورعايه سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسه رئيس مجلس اداره الهيئه، وبشراكه استراتيجيه مع الهيئه لتعزيز منظومه الامن الغذائي الوطني والاقليمي من خلال الوصول الى الحلول اكثر استدامه للنهوض بكفاءات فعاليه الانتاج الغذائي وتمكين المنتج المحلي باعتباره احد اهم ركائز الامن الغذائي الوطني، ورفض قطاع الغذاء المحلي بمزيد من الفرص والامكانيات. اكيد عبد العزيز ومشاهدينا، وتشهد الفتره من الثاني الى الرابع من سبتمبر المقبل تنظيم النسخه الاولى من معرض يوروترو الشرق الاوسط، المعرض التجاري العالمي المتخصص في مجال اداره وتطوير الانتاج الحيواني، والذي يمثل كذلك منصه مثاليه للشركات الزراعيه والمربين والمنتجين والفاعلين في مجال الانتاج الحيواني لدخول سوق المواشي المتنامي في المنطقه، في ظل وجود 265 مليون راس من الماشيه في بلدان منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وفق الاحصائيات الصادره عن منظمه الامم المتحده الغذائيه والزراعه الفاو. طبعا يا سهام مشاهدينا الكرام، وراح يوفر المعرض الذي راح ينظمها في اللي راح ينظم في مركز ابو ظبي الوطني للمعارض فرصه مثاليه لمربي الثروه الحيوانيه والمنتجين والمهنيين في مجال الثروه الحيوانيه للوصول الى المعرفه التكنولوجيه المتقدمه والتطورات العالميه في هذا القطاع الحيوي، والتعرف على افضل السلالات العالميه واحدث التقنيات والتكنولوجيا المرتبطه بتربيه الثروه الحيوانيه، وطبعا وراح تعظيم العائد منها والاستفادة من العروض الحية التي راح يتم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض من قبل نخبة من الخبراء الدوليين والمختصين في مجال إدارة الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى فرصة المشاركة بالمزادات التي راح تجمع أفضل سلالات الأغنام على مستوى العالم. أنا اهتميت سلالات الأغنام هاي. أيه. لازم نروح هناك نشوف إن شاء الله. أكيد مشاهدين، كما تستضيف العاصمة أبوظبي في فترة من 9 إلى 11 من ديسمبر المقبل فعاليات النسخة العاشرة لمعرض سيال الشرق الأوسط، الحدث التجاري المتخصص والأسرع نموا على مستوى المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، ومعرض كذلك أبوظبي الدولي للتمور بنسخته الخامسة الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في ظل توقعات بحضور أكثر من 25 ألف زائر وخبير من العاملين في القطاع وأكثر من 1000 عارض، لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على أهم المواضيع الحيوية والتي تتعلق بإنتاج الأغذية لتلبية احتياجات المنطقة من السلع الغذائية في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع، وكذلك المساهمة في الارتقاء بالصناعات الغذائية الوطنية وتعزيز مفهوم الانتاج الغذائي المستدام. طبعا يا سهام مشاهدين الكرام، راح يرافق سيال الشرق الأوسط الاجتماع العالمي للشبكة الدولية للسلطات المعنية بالسلامة الغذائية انفوسا، والذي يهدف لتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات والمعايير في مجال السلامة الغذائية. والدورة الثالثة لمعرض الاستثمار الزراعي في أبوظبي أجرى سكيب لطرح فرص الاستثمار الزراعي في عدد من قارات العالم، بالإضافة إلى مؤتمر سكيفت
للمطاعم الحدث المخصص لدراسة ميول واتجاهات المستهلكين لاختيار علاماتهم التجارية المفضلة في مجال المطاعم ومزودي خدمات الضيافة. والعلاقة التي تربط المستهلك بالعلامات التجارية ودور التكنولوجيا والابتكار والتصميم والمعاملة في تعزيزها بهدف تمكين أصحاب العلامات التجارية من تطوير الخدمات المقدمة للعملاء. أكيد أكيد مواضيعنا كثيرة اليوم في البرنامج في برنامجنا اليوم طبعاً. أكيد بنسلط الضوء حتى على أخبار جديدة عبد العزيز. راح يكون عندنا أول شيء راح نعرف عن مخيم القصباء الصيفي. نعم أكيد بنتكلم مشاهدين أو بنسلط الضوء على ضريبة القيمة المضافة. بما أن الصيف قرب والناس كلها فرحانة أن عيالهم أجازت عندنا البرنامج لله. الصيفي أجيال المستقبل اثنين. أكيد بنتكلم كذلك عن النصب الهاتفي. وبنختم حلقتنا بفن التلحين الموسيقي. ويا الحين شو عندنا أول شيء؟ والحين بنروح إلى مخيم القصبة الصيفي. مثل ما قلت أنت الصيف والناس يدورون عيالهم وين يحطونهم أصلا في مكان أمان طبعا الإجازة بدت وكون الناس اللي في المدارس كلها صح نبارك حق الطلبة والطالبات اليوم خلصوا الامتحانات. نعم بعد نبارك لهم. طبعا مخيم القصبة الصيفي راح ينطلق من 7 يوليو إلى 31 أغسطس من 2009. في مزيد من التفاصيل 2019 عفوا للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ محمد الحوسني مدير عام القصبة بالوكالة. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. مساكم الله بالخير. مساءك سعيد أستاذ محمد. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم ويسلمكم. في البداية أستاذ محمد خلنا نتكلم عن مخيم القصبة الصيفي. نعم أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. تنظم القصبة هي تعتبر طبعا القصبة هي الوجهة الثقافية والترفيهية العائلية الأبرز في على مستوى الإمارة بالتعاون مع مركز ستيما اللي هو المركز الدولي المتخصص في نظام التعليم الحر. طبعا أهداف المخيم إحنا تشجيع الأطفال واليافعين على استثمار أوقات فراغهم في العطلة الصيفية. طبعا عبر المشاركة في مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية المتميزة واللي هي يعني يحفل فيها البرنامج. نعم أستاذ محمد المختلف السنة هذه عن السنوات الماضية. نعم. طبعا احنا خلينا نتكلم وشي عن الفترة. هي فترة المخيم بتكون ان شاء الله من 7 يوليو الى 29 اغسطس بالمقبلين. باستثناء نهاية الاسبوع وعطلة عيد الاضحى. نرجع مرة ثانية نكرر بس هي الفترة بتكون من 7 يوليو الى 29 اغسطس. ما عدا العطل نهاية الاسبوع وعيد الاضحى. لو نتكلم هني عن البرامج والورش اللي طبعا اللي سوف تقدم في المخيم بتكون بيتضمن المخيم تمارين رياضيه صباحيه دورات تدريبيه في مجالات التكنولوجيا والعلوم وفي طبعا سلسله من الانشطه التفاعليه الهادفه الى استكشاف مواهب الاطفال وتنميه مهاراتهم التفاعليه. لو حابين بعد نذكر لكم مثال يعني على الانشطه بتكون يعني تقريبا بيكون هناك في أساسيات الشطرنج وحل مكعب روبيك طرق بناء الروبوتات وطبعا الأطفال في المخيم بيتعرفون على مفاهيم التشفير والإلكترونيات والواقع الافتراضي وطبعا في بعد صناعة الأفلام وإعادة التدوير وريادة الأعمال وكيفية تأسيس شركة خاصة تقنيات الرياضيات الذهنية بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية. ممتاز جدا يعطيكم العافية. أنا أشوف سهام أستاذ محمد أن أولياء الأمور لازم يودون أولادهم في جلسة الصيف بدل أنهم يقعدون في البيت أن يقومون وينتجون ويتعلمون وايد أمور في الحياة. دون شك. خلينا نتكلم عن فئات العمرية أستاذ محمد المشاركة في هذا المخيم. طبعا اللي هي الفئات العمرية عندنا من الأطفال اللي هم واليافعين ما بين 5 إلى 17 عام. جميل. الله يعطيكم العافية. يعافيكم. شكر لك أستاذ محمد الحوسني مدير عام القصبة بالوكالة. شكرا لك. تشرفنا بكم. يا مرحبا. يلا مع السلامة. حياك الله. طبعا يعني عدنا فاصل أقصر من القصير وراح نرجع لكم خلوكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام رجعنا لكم من هذا الفاصل. طبعا شفنا صباح أمس السبت انعقاد الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة في مقر الغرفة حيث أشار خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة الغرفة الدور 13 إلى الدور الذي لعبته الغرفة في تنمية الحراك الاقتصادي على مستوى الإمارة. نعم عقب ذلك تم الشروع في عملية الاقتراع السري المباشر لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الدورة 14. الزميلة ليالي حمادة كانت مواكبة لسير العملية الانتخابية وعدت لنا هذا التقرير التالي فلنتابع معاً.
أشكر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الله يحفظه وولي عهد الأمين على إتاحة هذه الفرصة لرجال الاقتصاد في إمارة فجيرة بالتعبير عن رأيهم واختيار أعضاء مجلس الإدارة المنتخب، وهذه بادرة بالحقيقة يعني ديمقراطية فريدة من نوعها. أشكر عليه صاحب السمو الشيخ حمد ويطول بعمره. كل المتنافسين أتمنى لهم التوفيق والنجاح، وهذا كان هدف سامي لهذا الأعضاء للمنافسة والدخول لمجلس الإدارة، وذلك لتقديم خدمات وتقديم يعني الدعم لاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة. تشرفت بالحقيقة بإدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اللي أتاح لي بالحقيقة يعني معرفة كبيرة وبالتواصل مع غرفة التجارة على مستوى الدولة والعلاقات مع كذلك أعضاء وغرف دول مجلس التعاون وكذلك إلى الدول العربية والعالمية. طبعا هناك في منافسات بين المرشحين، وطبعا بيكون الترشيح لعدد 15 شخص، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى على اساس ان نتوفق في هذا الترشيح لاداء نخدم طبعا امارتنا ووطننا الحبيب ونقدم الجميل لوطننا. ثم تقول فرقتين، فرقه اولى فرقه ثانيه، وحسب الاصوات حسب المعرفه اللي عندك هم طبعا بصوت لك، والانسان اللي يكون المكان المناسب وهو يكون كفء لهذا الشيء فهو إن شاء الله يترشح لهذا الترشيح لغرفة التجارة. المركز بيخدم الاقتصاد في المنطقة، بيخدم الأنشطة التجارية في المنطقة من خلال عمل معارض، سواء كانت معارض تخصصية أو معارض استهلاكية. المعرض قسم لعدة أقسام، ممكن يستخدم المعرض لأغراض تجارية أو أغراض اجتماعات ومؤتمرات متكامل الخدمات من كل النواحي. معرض ضخم جدا في عدة قاعات متعددة، يستوعب إقامة فيه أي مؤتمر مهما يكون حجمه مهما يكون نوعه. المعرض يقدم أيضا في صالات مصغرة ممكن تستخدم لأغراض الاجتماعات سواء الشركات للمؤسسات. ثلاثون مرشحا تنافسوا على عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في هذا اليوم الانتخابي الطويل الذي اتصف بالنزاهة والشفافية، حيث تقدم المقترعون وأول مرة للإدلاء بأصواتهم في مركزين، هنا في مركز الغرفة الكائن في الفجيرة وأيضا في مركز ديبا للمعارض. كل ذلك تم تحت إشراف لجنة قضائية تابعت سير عملية الاقتراع وكلمة الحسم للصندوق. حياكم الله مشاهدينا، ورجعنا لكم موضوع آخر، بس خلوني أسأل قبل عبد العزيز، بما أن اليوم موضوعنا وضيفنا عن موضوع الضريبة، هل الضريبة سوت لك أشياء شوية مثلا تعبت كل الموضوع عادي جدا معك؟ لا والله، شوفي الضريبة الحمد لله نحن عندنا الضريبة مفهومة وسهلة جدا، لكن في بعض الأمور اللي الواحد يتغافلها وينساها أو يجهلها بلا صح، ما نعرف عنها، وللأسف الشديد هذه اللي نحن نجهلها يأثر علينا. نعم. ودوما القوانين أو الدول اللي فيها ضريبة مشاهدين الكرام يكون فيها يعني تعديلات على أكيد. الضريبة، إضافة قانون، الجهل فيها يسبب مشكلة كبيرة. أكيد أكيد، واليوم بنتعرف أكيد أكثر عن هالموضوع. حديثنا اليوم بيكون عن ضريبة القيمة المضافة، وأن العديد مشاهدينا من الأشخاص حتى الآن فعلا لا يفقهون شيئا عن هذه الضريبة. والمزيد مشاهدين خلونا نرحب بضيفنا الأستاذ حمزة عاشور، مدير تسهيل استشارات المحاسبية والتدريب. مرحبا بك، نورت البرنامج. الله يبارك فيك، مساء الخير استاذ عبد العزيز، مساء الخير اختي. اهلا وسهلا فيك، شكرا لكم على الاستضافه، منور قناه الفجيره. الله يسلمكم استاذ حمزه. خليني انا اسالك عن الضريبه، يعني هل هو الناس كلها تقول هذا شيء قانوني احنا لازم نسويه، وفي نفس الوقت يعني فيها ثغرات كثيره ممكن واحد يهرب منها ويعني ويشرد منها، مثل ما نقول يسوي التهرب الضريبي، لكن هو في اول شيء معيار اخلاقي. صحيح. حدثنا اكثر عن الضريبه. في البداية بالفعل زي ما تفضلت أستاذ عبد العزيز، هي معيار إخلاقي وقانوني. الدول عادة تفرض الضرائب لأسباب متعددة، أسباب منها اقتصادية لاكتساب إيرادات أخرى للدولة،
وفي كمان أسباب تعتبر أسباب توجيه سلوكيات المستهلكين أو الأفراد داخل الدولة. فدولة الإمارات العربية المتحدة منذ صدور المرسوم الأمير من الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله بقانون الضريبة، ومن ثم صدرت اللائحة التنفيذية للضريبة القيمة المضافة في شهر 11/2017، وتم تطبيقها في 1/1/2018، وتم تشكيل هيئة اتحادية الضرائب هي المظلة المسؤولة عن الضريبة. فبالتالي هذه الأمور كلها هي اللي بتدير عملية الضريبة. وبالأخير نتكلم مرة ثانية، الجانب الأخلاقي هي الأساس من جانب المستهلك ومن جانب التاجر. نعم، المجتمع متقبل هالموضوع لكنه ما عنده دراية أو ما عنده ذيك الثقافة عن الضريبة، فخلنا نتكلم أكثر عن الضريبة. صحيح، حاليا في ناس بتداب يعني بيسمعوا بعض المصطلحات مثل بعض النسب 0 5 100، ايش شو معنى 5% 100% 50%، هذه خاصه يمكن نروح نحجز فنادق او شيء. كلياتها هذه كلها ضريبه القيمه المضافه وضريبه القيمه الانتقائيه، هذه الامور كلياتها تعتبر يعني من المواضيع جدا حساسه. في البداية ضريبة القيمة المضافة أو الانتقائية، ضريبة القيمة المضافة هي 5% على جميع البضائع الموجودة والخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن القانون وضع بعض الاستثناءات لهذه الخدمات. نعم. لهذه السلع، مثل وضع قانون خاص في الضريبة الانتقائية زي ما تكلمنا عن موضوع توجيه المستهلكين، بعض مثل التبغ ومشتقاته وضعوا عليه ضرائب 100% أكثر. تمام، أكثر. بعض المواد مثل المشروبات الغازية وغيرها وضعوا 50%. فهذه الأمور كلها أتوقع مستلزمات الأطفال اللي هي كانت نسبتها أقل. صحيح. نعم. وكمان في تم إعفاءات، وضع كمان القانون راعى الأمور الأساسية في حياة المواطن أو المقيم في الدولة، وجعل بعض الأمور إما بتكون إما زيرو فات أو معفى من الضريبة. نعم. على سبيل المثال أهم هالنقاط هذه التعليم، مثل الصحة، التعليم العالي لكن موجود في الضريبة. التعليم العالي قسمين، التعليم العالي الحكومي ما في، الخاص يكون 5%. نعم. تمام. وبالإضافة للصحة شيء أساسي كمان تم إعفائه، وبالإضافة لقطاع السكني. نعم. السكن كمان معفى من الضرائب. هذه بشكل عام للأمور كلها. دوما نحن نتكلم في الضريبة، يقول لك الضريبة هذه وين تروح؟ يعني هي نحن دوم الناس تدفع، هي فيها فوائد كبيرة على المواطن وعلى المقيم بعد. صحيح. الضريبة 5% هذه وين تروح؟ صح. في دولة الإمارات العربية المتحدة بسمو الشيخ محمد بن راشد في بداية الضريبة وجه إنه جميع إيرادات هذه الضريبة توجه للمجتمع المحلي مرة أخرى، من تقديم خدمات وتقديم مساعدات وتطوير البنية التحتية في المدن وفي الإمارات كلها. ممتاز. أكيد. فيها فائدة للمجتمع. أكيد. فهي من المجتمع وللمجتمع. وزي ما تكلمنا موضوع توجيه الصرف، توجيه صرف الناس، ضبط المصروفات. صح. لأنه أنا لما أترك المجتمع بدون ضرائب ممكن يزيد الاستهلاك ويزيد الصرف. وفي أمور تستغنى عنها، مثلا كوب القهوة اللي بيكون مثلا بسعر الفلاني أنت بتروح تأخذ شيء ثاني مثلا. أشياء. وهي بالآخر يعني نقول منفعة متبادلة. صحيح. بين الفرد. صح. والمجتمع. أكيد. أستاذ حمزة، إذا تكلمنا عن الأسس والمعايير التي يعتمد عليها المستهلك عند إقباله لشراء شيء معين. تمام. هذا الموضوع أنا بدي أحط أساسيات أو معايير أنا كمستهلك بدي أتوجه لأي محل تجاري أو شركة تجارية بدي أشتري منها أي بضاعة. نعم. تمام. أو أخذ منها أي خدمة، بعطيني فاتورة ضريبية. طيب. صح. أنا كيف بدي أعرف كمستهلك، تمام، وأنا ممكن زودنا بشكل الفاتورة الضريبية، كيف بدي أعرف كمستهلك كيف إنه هذه الفاتورة فاتورة ضريبية حقيقية من المحل وقانونية. صحيح. جعل القانون وضع معايير لهذه الفاتورة. أول المعايير إنه لازم نكتب عبارة فاتورة ضريبية. عبارة الفاتورة الضريبية هذه بتساعد المستهلك يعرف أن هذه بالتالي بما مكتوب عبارة فاتورة ضريبية لازم أدفع ضريبة. المعيار الثاني وضع الرقم الضريبي على الفاتورة. الرقم الضريبي هي الرقم بتعطيه هيئة الضرائب، مرجعي، رقم المرجعي للضريبة. تمام. رقم ثلاثة إنه السعر يجي شامل الضريبة. نعم. كنا نتكلم قبل الهوى في النقطة هذه، يجب إنه على كل شركة تجارية إنه تحط أسعارها في داخل الفاتورة شامل الضريبة، حتى ما يصير عملية غش للزبون. يكون على بينة يعني. تكون واضحة
انه عندك المبلغ شامل الضريبه. نعم. على سبيل المثال انا شريت سلعه محدده سعرها 100 وفي 5 ضريبه يجي لي السعر 105. صحيح. وزاد القانون كمان عليه لازم تيجي في لوحه الاسعار تكون معروضه بشكل واضح شامله الضريبه. نعم. المعيار الرابع في الفاتوره الضريبيه بنضل في موضوع قيمه الضريبه بتكون في اسفل الفاتوره. وموضوع التاكد يعني انا في مثلا احد المرات بيجي الزبون بشك انه هذا الشركه مش مسجله في الضريبه او بدفعني ضريبه مش مسجل. يحق لك او بامكانك تستفسر عن طريق موقع هيئه الضرائب. نعم. عاملين نافذه خاصه بخصوص التاكد من الرقم الضريبي، بامكانك تتاكد من الرقم الضريبي موجود على الفاتوره، تاخذ هذا الرقم وتدخله على ككود. نعم. داخل الرقم هذه هذا. هي الشهاده الضريبيه صحيح استاذ؟ هذا التاكد من الرقم الضريبي. هذا التأكد. الشهاده الضريبيه تكون حق التاجر. نعم. انا بكون كتاجر مسجل بامكاني اطبع شهاده ضريبيه من حسابي الخاص. نعم. ويجب على التاجر كمان وضعها في مكان بارز وواضح. طيب نسبة الضريبة هي ثابتة مهما تغير سعر السلعة؟ ترجع للسلعة هل هي ضمن أي بند من البنود؟ إذا كانت من ضمن 5% وهي النسبة العامة، يعني النسبة العامة يعني معظم السلع ما لم يرد فيها نص هي 5%. نعم. إحنا نعتمد دائما في الدولة أي شيء بدون نص أو بدون استثناء قانوني من هيئة الضرائب من وزارة المالية بالتالي هذا عبارة عن 5%. نعم. في نقطة مهمة للتجار اللي هو الضريبة المسترجعة. لو تكلمنا عن الضريبة المسترجعة التجار يحبونها هذه. هذه بفضلوها كثير التجار. الضريبة المسترجعة هي في لها أسباب وعوامل القانون وضحها. استرجاع الضريبة بيكون بعدة أسباب، إما بيكون على سبيل المثال نحط أحد الأسباب الموجودة على سبيل المثال تصدير. أنا كشركة بصدر البضائع خارج الدولة فشجعت الدولة التصدير، على سبيل المثال انا بشتري مواد عمال الاساسيه من داخل الدوله وبدفع عليها ضريبه. نعم. وعمال برجع بصدرها مره ثانيه بعيد تشكيلها وبصدرها لخارج الدوله، فبحق لي اني اروح ارسل لهيئه الضرائب واخبرهم انا يا هيئه الضرائب انا قمت بشراء شراء مواد اوليه وتم تصنيعها وتصديرها، فبالتالي انا دفعته بس ما حصل ضريبه، فبحق لي اني استرد الضريبه بالاضافه ل نسميها احنا المشتريات، هذا البند الاول، والبند الثاني المشتريات. اي شيء كتاجر، وهذه نقطه جدا حساسه لازم نتكلم فيها، الضريبه القيمه المضافه توجه للمستهلك الاخير، توجه للمستهلك الاخير. يعني انا كتاجر مش موجه للضريبه، انا عباره عن وسيط. نعم. انا عباره عن وسيط فقط لا غير. فالتجار انا بستغرب من التجار يعني مرات، انت عباره عن وسيط، انت تحصل الضرائب المستلمه والضرائب المدفوعه بنعمل بيناتهم مقاصه وبتم توريد المبلغ لهيئة الضرائب. نعم. هل الضرائب تقع تحت سقف دولي واحد يعني في جميع الدول أم لكل دولة قانونها الخاص؟ بالتأكيد يعني في كل دولة في لها قوانينها، في لها سياساتها. إحنا في عنا دولة الإمارات العربية المتحدة يعني من أقل الدول كنسبة في الضرائب. صحيح. يعني نسبة الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة إحنا نتكلم عن 5%. نعم. تمام، مقارنة بأوروبا، واللي زار أوروبا بيعرف النسب المتداولة ما بين 20 و25% على كل شيء، حتى ضريبة الدخل عندهم هم. هذا بالإضافة لضريبة الدخل، عندنا إحنا الحمد لله ما في ضريبة الدخل. عشان كذي يعني الفرق لا متقبلين نسبة الموضوع نسبة يعني. نسبة بسيطة وقد يعني تغير غير ملموسة. نعم. بالإضافة لو قارناها مع دول عربية أخرى مثل الأردن أو مصر أو لبنان نجد في يعني أضعاف تفاوت من المبالغ هذه. نعم. والنسبة. الهيئة الاتحادية للضرائب تعد مظلة لحماية العلامات التجارية وغيرها، وطبعا والغش التجاري. زين شو هو الجديد في اصدار الهيئه لقوانين حمايه الضريبه؟ ممكن في تجار للاسف الشديد ياخذونها يتلاعبون في الامر هذا، لان في بعض المحلات او بعض الشركات تكون سهله الغش فيها. صحيح صحيح صحيح. الهيئه اول شيء في عندهم مشكورين، عندهم طاقم تثقيفي في البدايه بقوم بتثقيف المحال التجاريه والمؤسسات التجاريه، وانا كنت يعني داخل الفجيره زاروا بعدد كبير من المؤسسات ونصحوهم نصائح في البدايه، النصيحه دائما في البدايه، وهذا دليل على يعني رقي هذه المؤسسه وهذه الايام. النقطه الثانيه عمليه زيارات راح تكون من قبل الهيئه للشركات والتدقيق عليها، بالاضافه عندنا في بعض الامور في الهيئه اعمالها تتطور فيها. يعني من الامور الجميله اخر الاخبار في هيئه الضرائب هي عمليه الاسترداد للسياح.
سلال سياح حتى تطورت الأمور أصبح آلي بدون حاجة أي موظف. أنت كسائح تيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة تتوضع في الدولة وتستجم فيها، وأنت مغادر الدولة بإمكانك من أي منفذ من منافذ الدولة إن كان بري أو جوي بإمكانك توصل هناك، وفي شركة متخصصة موجودة هناك بإمكانك تروح توصل عندها، وصار فيهم الأجهزة حتى يكسب الوقت أي سائح من السياح وما يضيع وقته ويسترد أمواله من الضرائب. ينفع أنا أشتري وأنا طالع حطيه في هذا وأطلع وأنا رايح سياح برا الدولة؟ للسياح. جميل جدا. أكيد. الحين بيكون معنا صور الحين أو شيء أشي. هذه بعض الصور اللي راح. هذه بعض الأمور اللي تكلمنا عنها. موضوع ضرائب. ضرائب المعفاة والنسبة 0% مثل الصحة مثل الأرض الخلاء في مثل النقل والنقل هذا النقل العام، هذه من الأمور الممتازة في الدولة الإمارات العربية المتحدة. إنها هذه معفاة. قلت الأرض الخلاء قصدك يعني الأرض اللي أنا أشتريها وما أبنيها مثلاً؟ هذه الأرض بتكون العام الخلاء اللي ما كانت مسبوق في البناء فيها. نعم. هذه تعتبر هذه معفاة من الضريبة. نعم. نشوف صورة ثانية بعد. بالإضافة إلى بعض الأمور الثانية. هاي الفاتورة الضريبية. نعم. أنا هذه يعني بحاول قدر الاستطاعة إني أنبه شوف. فيها بشكل كبير، وبنصح إخواني التجار يعني إنهم يشتغلوا على هذه الفاتورة، لأنه بحكم زياراتي المتعددة لأماكن كثيرة بالفجيرة تمام إنه شكل الفاتورة غير مطابق غير مطابق لهذا الشكل. عادة التجار بكتب الفاتورة بمبلغ بيجمع المبلغ بضع 5% وبيجمع الإجمالي، هذا هو المتداول بين الشركات. للأسف هذا غير صحيح. نعم. هذا غير صحيح تمام. احنا بنشتغل على انه يكون نفس العبارات، وضع عبارة فاتورة ضريبية حتى لو تكون الكترونية اسهل يعني. صحيح. القانون كمان اتاح للشركة الحرية تانية. اتاح للشركة الحرية ان كانت الكترونية او يدوية. نعم. الصورة اللي بعدها بعد نشوف هذه الدول. ايوه في الدول النسب لو نطلع على النسب موجوده في اوروبا بشكل عام تتراوح بين 20 و25 او 30. السعوديه 5% لان السعوديه والامارات تقريبا هم نفس الخليج اظني هو قانون واحد ال 5% طبقوه السعوديه والامارات في نفس الوقت. صحيح. اتفاقيه مجلس التعاون الخليجي 5%. الدول العربيه لبنان 11، مصر 14، الاردن 16، وفي بعض الدول الاخرى كمان موجوده. يعني انا الارقام قدامي ما تشوفها اصلا. وهذه هذا تقرير عن نشاط الهيئة بشكل عام، نشاط هيئة الضرائب خلال العام الأول بال 2018. عدد المسجلين في الضرائب لحد الآن تجاوز تقريبا 300,000 مؤسسة تجارية. عدد الإقرارات الضريبية تم تقديمها بتجاوز 650,000 إقرار، فبالتالي في عدد كبير من الأمور المتداولة التجارية في الدولة والحمد لله رب العالمين. في بعض المعلومات الموجودة ممكنكم يعني على حسابات الإنستغرام ممكن إن شاء الله بتكون موجودة كلها. هاي الشركات طبعا اللي حمت نفسها، الشركات اللي ما حمت نفسها كيف تقدر تحمي نفسها من الغرامات من السجن وغيرها؟ الله ييب السجن سهام. نعم الله ييب السجن. الله ييب الغرامات خفيفة بس السجن صعب. القانون متدرج، القانون متدرج وراعى هذه النقطة بشكل كبير. فإنما أتكلم عن إنه الغرامات ما بتتحقق إلا بأخطاء. أكيد. شو السبب؟ الخطأ بتتبنى على غرامة، فبالتالي لو المؤسسة قامت بالتسجيل في موعدها يعني، وهذا أحد الأمور جدا حساسة، قم بالتسجيل في موعدك ما في عليك مشكلة، ارسل إقرارك في موعده، التزم بالأسعار، التزم بالوضوح. إذا السعر غير شامل الضريبة على الفاتورة هذه مثلا على سبيل المثال في غرامة 15,000 مثال، في إذا الفاتورة كانت غير صحيحة وغير دقيقة تكون في 5,000. فهذه الأمور كلها لازم كتاجر يثقف نفسه ويستعين في المستشار الضريبي أو الوكيل الضريبي حتى يعينه على هذه المعلومات. نعم. وهذه دور شركات الاستشارات المحاسبية وغيرها، أنها التجار اللي ما عندهم خلفية لازم أنهم يكونوا موجودين. أكيد أكيد. فنحن استمتعنا معك وعطيتنا درس مجاني يعني. الله يحفظك ويبارك فيك. في الضريبة. شكرا لك أستاذ حمزة عاشور مدير شركة تسهيل الاستشارات المحاسبية والتدقيق. شكرا لكم. شكرا لكم. الله يعطيك العافية. طبعا الحين عبد العزيز من الضريبة للمالح. للمالح طبعا. شو اكلتك المفضله؟ المالح ولا لا؟ لا تقول لي لا. احنا هالفجيره بالنسبه لنا المالح شيء اساسي. يعني انت اكثر وحده تعرفين انا اكل شيء احب اكله يعني يتعب المالح. لا وبالذات المالح ويوم موسمه. يا والمالح دوما حتى يوم الجمعه لازم على الغداء يكون موجود. اكيد. وعلى فكره انا كنت في المهرجان اللي بتكلم عنه الحين اللي هو مهرجان المالح والصيد البحري 2019 في النسخه السابعه.
أكيد انطلق المهرجان مشاهدين الأربعاء الماضي في دبي الحصن واختتم أمس بمشاركة 15 جهة حكومية و20 محلا تجاريا وبالإضافة إلى الأسر المنتجة. إيش رأيكم نتابع معاكم هذا التقرير؟ مهرجان المالح في دورته السابعة يتميز بالعديد من المشاركات من الدوائر الحكومية والمؤسسات في مدينة دبي الحصن، والعديد من المشاركات من المحلات التي تقوم بتمليح وبيع المالح للجمهور. اللي يميز المهرجان ما شاء الله أهل الإمارات كلهم يحبون أكلة المالح، ففي إقبال كبير من جميع مناطق مدن الدولة على شراء المالح. أقسام المهرجان، المهرجان ينقسم لعدة أقسام، في جزء للدوائر والمؤسسات الحكومية اللي تعرض المشاريع في المدينة، تعرض الخدمات اللي تقدمها هاي المؤسسات، عندك اللي هو المحلات تبيع المالح، عندك الأسر المنتجة، عندنا أسر في المدينة يقوموا في صناعات حرفية قديمة ويقوموا في بيعها في المهرجان، عندك محلات الخضار والفواكه اللي عندنا في المدينة يقوموا بعد ببيع الخضار والفواكه اللي موجودة معهم في السوق. عندنا ورش عمل، ورش عمل للأطفال، ورش عمل لزوار المعرض بشكل عام عن طريقة التمليح، طريقة حفظ الأسماك في السابق، كيف هذا المنتج يوصل للمستهلك بصورة صحيحة ونظيفة. شاركنا في مهرجان المالح والصيد البحري بركن، نبرز فيه هوية المؤسسة ونعرف الناس على دورنا في الحفاظ على البيئة البحرية من خلال حملات تنظيف البيئة البحرية. شاركنا في جزيرة القلقلي وجزيرة القرش، وسنويا عندنا فعالية نسويها نحن هيئة البيئة والمحمية الطبيعية اللي هي يوم البيئة الإقليمي. الغرض من هالفعاليات وحملات التنظيف وعي أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة البحرية. احنا صياد سمك، انا اول في الاول صياد سمك، وخايدين مهنتي من اجدادي من ابائنا من اهالينا كلهم. انا عمري اول 15 سنه، عمري 56 سنه اشتغل مهنه الصياد. هاي مهم، هي مهم للدوله، يملح الاعباب الكنعد الصد، هذه يملح معنا القش يولان شعبيني الدبسي، هذا يملح نسوي بالماء، نسوي بالماء، إيه ذيك الماء من بروحه، المالح يسوي ماء يروحه، أي نعم. وفي مجفف الأعباب الصاد نسوي مجفف، إيه أول ماشي يعني فلايات وماشي كهرباء وماشي ملح بس عندنا هذه الطريقة. طبعا يعني انا جعت بس ما يصير اكل مالح بالليل، اتريها لباكر الغداء ان شاء الله. راح نشوف وياكم النصب الهاتفي اللي هي وشرطه ابو ظبي تضبط 80 متهما في عمليات النصب الهاتفي. اكيد مشاهدون المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف ساعات المقدم الدكتور سالم احمد هويمل العامري مدير اداره التحريات والمباحث الجنائيه في شرطه ابو ظبي. مساء الخير سعادتك. مساء النور والسرور، نمسي عليكم ونمسي على الاخوه المشاهدين، وسعيدين جدا بالتواصل مع قناة الفجيرة، قناة إعلامية مهمة لدينا وشريك أساسي. نحن أكثر سعادتك خلينا نتكلم عن النصب الهاتفي. نحن طبعا في شرطة أبو ظبي أطلقنا حملة لخلك حذر باللغة العربية والإنجليزية والأردو، وتستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني التي تروج للفوز بالجوائز الوهمية وبأساليب التقنيات الحديثة والتقليدية. وهناك حرص في شرطة أبو ظبي على تضييق الخناق على المحتالين وضبطهم والتصدي لأساليب الإجرامية المتجددة. ونحن نهيب الأخوة المقيمين والمواطنين أنهم عدم الانقياد وراء أي شخص يتصل عليهم يطلب منهم يعني معلومات شخصية.
فهم بعد يسببون يعني او يعطون فرصه للمحتالين انهم يعني يسحبون فلوسهم ويكونون طبعا سبب في المشكله هذه. نعم. صحيح. نحن مو بس ساكتين، شغالين على الموضوع هذا، والحمد لله توفقنا في ضبط 80 متهم خلال السنه هذه. ممتاز. بالاضافه الى تم استرجاع مبالغ لاشخاص من ضمن هذين اللي تم ابلاغ في وقته، يعني في بعضهم يتاخر ياخذ الوقت مما يتسبب انه يكون ياثر على شغلنا يعني. ممتاز. نعم. سعادتك الاجراءات اللي تستخدمونها لتحذير مستخدمين الهواتف النقاله انهم ما يطيحون في عمليه النصب هذه؟ الاجراءات طبعا تكون عن طريق الاعلام، وهي مثل ما تكلمت قبل اني هو موضوع خليك حذر، هاي يعني انتشرت في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. على اساس انها تنبه من الموضوع النصب الهاتفي. بثلاث لغات كانت. نعم. بثلاث. العربية. نعم. والإنجليزية والأردو. العربية والإنجليزية والأردو. ممتاز. نعم. سعادتك نعم سعادتك خلينا نتكلم عن خدمة أمان والهدف منها. خدمة أمان طبعا أي واحد يكون عنده مشكلة عنده كذا فهو يتصل ببدالة أمان. نعم. ويعطيهم يعني في بعضهم يقول لك أنا ما أريد أروح الشرطة أو صحيح. يعني عنده مشكلة يعني فيبلغ بدالة أمان، بدالة أمان تقوم بدورها إيصال المعلومة للجهة المعنية وتقوم على حلها إن شاء الله في أقرب فرصة وبسرية يعني بسرية تامة. جميل. نعم. جدا. سعادتك يعني في بعض الإجراءات يبغي لها يكون سرية أكثر يعني. نعم. سعادتك لو تحدثنا عن عقوبة الجريمة الإلكترونية، شو العقوبة التي عليهم؟ عقوبة قطع عمرك يكون من السجن من شهر إلى 3 شهور بالإضافة إلى الإبعاد، وفي طعمك غرامة إلى 250,000 درهم. نعم. الله يعطيك العافية سعادة المقدم دكتور سالم أحمد هويمل العامري مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي، شكرا على هذه المداخلة. نحن سعيدين ونشكركم وجزاكم الله خير. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم ومشكورين. مع السلامة. مشاهدينا أكيد مكملين معكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. طبعا سهام بما أن الإجازة يعني جت، الأولاد بدأوا يقعدون في البيت يلعبون سوني ويأكلون وهذا، يروحون يمارسون الرياضة. أكيد. ويمارسون هواياتهم. طبعا اليوم المفتوح في حديقة الفجيرة، عفوا اللي هو راح نتكلم عن تحت تنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، واللي كان توجيهات من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الله يحفظه ويرعاه. أكيد. ان كان في البرنامج الصيفي اجيال المستقبل في النسخه الثانيه الفتره من بين 7 يوليو وحتى 1 اغسطس من 2019. اكيد. مشاهدينا المزيد من التفاصيل مع ضيوف الاستاذ الشهد سالم محمد سالم الصريدي منسق اعلامي في نادي الفجيرة للفنون القتاليه، والاستاذ الزبيد علي اليماحي مسؤول الشؤون الاداريه في نادي الفجيرة للفنون القتاليه. خلونا نرحب بهم. مرحبا بكم ونورت البرنامج. الله يعطيك العافيه. في البدايه الشهد خلينا نتكلم عن البرنامج الصيفي اجيال المستقبل 2. طبعا البرنامج الصيفي أجيال المستقبل هو للموسم الثاني. نعم. وبتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي. نعم. عهد إمارة الفجيرة، ويعتبر البرنامج الصيفي برنامج مميز جدا. صحيح. يستقطب الكثير من المواهب في الفنون القتالية. نسعى أو نتمنى أن يوصل عدد التسجيل أكثر عن 500 لاعب، ويحظى البرنامج بمتابعة مباشرة من المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية السعادة العميد أحمد حمدان الزيودي. نعم. وفتحنا فرع جديد في دبا، فرع نادي الفجيرة للفنون القتالية في دبا، وعدنا فرع ثاني أيضا في الفجيرة. طبعا البرنامج الصيفي من الأعمار من 8 سنوات إلى 17 سنة. نعم. ومثل ما ذكرتي يبدأ من 6/7 إلى 1/8، مدته تقريبا شهر. نعم. بيكون من السبت للخميس، 3 أيام للأولاد و3 أيام للبنات. بتشلونه وياكم؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أنا فوق 17 استثناء سوولي إن شاء الله. لاعب متقاعد. أستاذة زبيدة خليني، كيف شفتوا الإقبال في النسخة الأولى؟ كيف كان؟ النسخة الأولى كنا فاتحين لكل الفئات، وكان الأعمار من 4 إلى 16، كان في إقبال كبير على النادي، بس ما كان عندنا فرع اللي في دبا، فكانوا في وايد فرع دبا حتى كانوا بيشاركون، بس لأن صعب المواصلات من دبا للفجيرة، وكان جيد جدا لأن كان اللعيبة
بالنسبة لهم هاي فكرة جديدة، ما حد عنده خلفية في التايكواندو والجودو وهذا، فأعطيناهم خلفية في هالرياضات، خذوا خلفية في التايكواندو والجودو وملاكمة ومصارعة واحتكوا بالألعاب هذه، ونهاية الألعاب احنا استقطبنا اللعيبة الموهوبين فيهم. النجاحات اللي حققتوها في السنة الأولى، السنة الأولى نجاحتي حققناها مثل ما قلت لك ان احنا كان هدفنا ان نستقطب اللعيبة الموهوبين، ان احنا شاركنا مجموعة من اللعيبة، بس باللعيبة بيزوا مواهبهم، في منهم موهوبين خضناهم زدناهم في المواهب، شاركناهم في بطولات دولية داخلية، مستمرين لحد الآن في النادي. شهد إضافات اللي ضفتوها في النسخة الثانية، مثل ما ذكرت فتحنا فرع في دبا يضم لعبتين قتاليتين، يعني هي لعبة الجودو والتايكواندو. نعم. أما الإضافات في فرع الفجيرة كان 4 ألعاب بس، كان تايكواندو وجودو وملاكمة ومصارعة، وضفنا إضافة جديدة هي الجوجيتسو. نعم. حلو. زين الشروط اللي والمعايير اللي تسوونها عشان الشباب يدخلون عندكم؟ ما عندنا شروط معينة، بس يستوفي العمر و ماشي لي واسطة يعني؟ لا ماشي واسطة يعني. وين بندخل يعني؟ الملاكمة والمصارعة. شو تبغى منهم؟ الملاكمة والمصارعة. حاضرين. خلاص يعني بتسوي لي واسطة؟ ينفع جيجستو، خلى جيجستو. هي ينفع لك. لا بتعوهر أنا. زين. زبيدة، خلنا نسأل زبيدة، هل اللعبة هاي دوما الأولاد سهام يخافون يبدون عيالهم يقولون إن مضرة أو إن مضرة يعني في روح قتالية في يكون الولد عنيف مصاب مصابات أنت إذا قلت للياهل هاي لعبة عنف وما أعرف شو، هو بيحط الفكرة هاي في مخه، بس أنت تقول للياهل هاي لعبة دفاع النفس، إنك ما تستخدمها إلا في مواقف معينة إذا واجهتك في الحياة، بس إذا أنت قلت لعب بيطبقها في البيت على الكل. أكيد. بس أنت تفهمه إن هاي دفاع عن النفس في البداية. طيب كيف تخلقون هالأجواء الرياضية، الروح الرياضية بينهم؟ هالأجواء يكون الدور أكثر على المدرب نفسه. نعم. إنه هو يحببهم في الرياضة، إنه ما يكون شيء روتيني في الرياضة نفسه، إنه كل يوم نفس الشيء، لازم يحببهم في الرياضة، يخلق فيهم روح التعاون. نعم. الاحترام من بين المدرب واللاعب واللاعب من بين نفسهم. الانتظام بالوقت كل هذا على يكون على المدرب، هو لازم يحببهم في هالاشياء. زين استاذ زبيد، الهدف اللي تبون توصلون له بعد انتهاء الفقره هذه ان شاء الله والبرنامج هذا؟ احنا هدفنا ان نستقطب ان اللعيبه بعد ما هو بين هالسنه، احنا ركزنا على فئه المواطنين والحمد لله ان وصلنا عدد كبير في المواطنين، وهدفنا ان نستقطب يعني ناخذ الفئه الموهوبه نطورها وننميها ونشاركها في بطولات الموسم القادم. نسبة البنات أكثر شهد ولا الشباب؟ الشباب أكثر الإقبال، يعني الإقبال أكثر على الشباب. نعم. هو أفضل يعني الحين بما أن الصيف والرياضة مثل هذه رياضة حركية. لا ودفاعية، أهم شيء أنها تكون دفاعية عن النفس يعني. هذا وتقوي يعني الحين نحن في الوقت أشوف أن نحن الأولاد يحتاجون شخصيتهم تقوى مثل هذه الرياضات، لما قريت عنها تعطي قوة وتفريق. غير القوة الجسدية القوة الشخصية تفريغ الشحنات السلبية اللي بدل ما تجاب لي إلكترونيات وغيرها تقدر تطلع الشحنات السلبية كلها برا. احنا كذا لاعب يانا كذا ثقتي بالنفس مهزوزة ويقول لنا انا ثقتي بالنفس مهزوزة، فالمدرب يتابع وياه لما يصار يعني انسان جريء وواثق من نفسه. حتى النقطة الثانية المهمة، في اطفال حركيين يستخدمونها، هاي اللي يكون عندهم طاقتهم يستخدمونها بطريقة سلبية، فلما يجون يفرغون الطاقة هذه في مكان يعني يعلمهم الروح الرياضية مرشد. نعم. فعلا يكون شيء وايد زين. أكيد. شو تطلعاتكم المستقبلية؟ طبعا توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، فكرة البرنامج الصيفي في المقاوم الأول هي خدمة المجتمع، وبعد أن نشوف مواهب الطلاب ويأتي دور النادي في استقطاب هذه المواهب وتنميتها وللمشاركة في البطولات المحلية والبطولات الدولية. نعم. ممتاز. الله يوفقكم إن شاء الله. أمين يا رب. ويعني دوما النادي هذا بصراحة قاعد يحقق إنجازات كبيرة على مستوى الإمارة وعلى مستوى الدولة. الله يوفقكم إن شاء الله. أمين يا رب. شكرا. وشكرا لكم. شكرا لك أستاذة شهد سالم محمد سالم الصريدي، منسق إعلامي في نادي الفجيرة للفنون القتالية. شكرا لك. نعم.
وكذلك شكرا لزبيدة علي اليماحي مسؤول الشؤون الإدارية في نادي الفجيرة للفنون القتالية. شكرا لكم نورتونا. الحين عبد العزيز إلى موضوع بعدنا في الرياضة وفي الحركة وفي المغامرات يعني بدال الأكل والمالح اللي كليناه اليوم المفتوح في حديقة الفجيرة للمغامرات. أكيد جاء ذلك مشاهدين تحت تنظيم مركز الفجيرة للمغامرات يوم الجمعة الماضي، وتضمن الفعالية مسيرا جبليا ودراجات جبلية في مضمار الدرجات الأول من نوعه. شهدت الفعاليات إقبالا كبيرا من مختلف الجنسيات الذين قدموا من مختلف إمارات الدولة للمشاركة في الأنشطة الصيفية المتنوعة. خلونا نشوف وياكم أكثر في هذا التقرير. مساكم الله بالخير. طبعا اليوم عندنا اليوم المفتوح للمغامرات، نوع من انواع البرامج الصيفيه اللي يقدمها المركز في الهواء الطلق. فاليوم متواجدين في حديقه الفجيره المغامرات على المضمار، تهيئه المضمار للافتتاح الرسمي ان شاء الله مع بطوله العالم في ديسمبر 20. بتكون عندنا بطولة العالم كأول بطولة في الشرق الأوسط، فهذه كلها تحضيرات وتهيئ المكان، نشوف الإيجابيات والسلبيات كذلك في المكان لتحسينها لاستقطاب هذه البطولة العالمية. وفي نفس الوقت عندنا أضفنا مجموعة فعاليات منها الكياك، الأنشطة المائية في البحيرة، بالإضافة لجدار التسلق، دراجات الأطفال للأطفال وكذلك للكبار، وكذلك عندنا اللي هو المسير الجبلي، مزيج من الفعاليات والأنشطة في الهواء الطلق لتشجيع الشباب، وخاصة يعني في الصيف، لكن الصيف نقول نحن المساء الجو يتحسن، فبدأ الحين الجو يتحسن الحمد لله في نسمة هواء طيبة. وكذلك ضفنا أحواض السباحة بحيث أنها يتنشطوا، والحمد لله يعني نشكر جميع الجهات الرسمية كوزارة الداخلية، الإسعاف، الكل ما قصر في دعم هذه البرامج اللي تخدم أفراد المجتمع. هذه كلها طبعا بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، نشكره كل الشكر والتقدير على دعمه اللامحدود وتشجيعه للشباب لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق ولاستكشاف الأماكن الموجودة الجميلة في إمارة الفجيرة. Today we have a lot of people trying the pump track, which is the first asphalt pump track in the region. So everyone has the chance of either riding in bikes, BMX, mountain bikes, or in skateboards. So far it's looking amazing day. I think after 1 or 2 hours, the weather will be even better. So yeah, we're expecting really good ambient for all families. So yeah, I think this is the place for having fun every weekend. I came out to the skate park today just to check it out because I heard it was new. And it looks pretty fun, it looks challenging, so it seems like it's going to be a good place to practice and get better. There's a lot of community support here, which is really nice, so I feel comfortable coming and trying to get more skills and have a good time. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. طبعا وصلنا لأجمل فقرة واللي هي الفن وفن التلحين الموسيقي اللي ترجم أحاسيس الملحن ليصبح عنصرا مهما في التأثير على أفكار ووجدان الناس. أكيد كما أن التلحين مشاهدين يمتاز بعناصر يجب أن تتوافر لنجاح الأغنية بشكل كامل. بنتعرف أكثر على تفاصيل أكثر عن فن التلحين مع ضيفنا في الاستديو الفنان الملحن والمطرب الأستاذ ميشيل شلهو. مرحبا بك نورت البرنامج. مساء الخير، إن شاء الله نكون حلوين معكم بهاللقاء. سعيد جدا أنا، وفرصة حلوة نكون على قناة تلفزيون الفجيرة. نحن أسعد بكل خدام وهامسك. أكيد في البداية أستاذ، خلينا نتكلم عن مفهوم الموسيقى على مر الأزمنة. طبعا اختلف، هل هو ما زال نفس المفهوم أم تغير ودخلت عليه أشياء جديدة؟ التلحين هو يعني ما تغير في شيء، لأنه هو عبارة عن ترجمة حالي معين. نعم، إنما هناك في شقين للتلحين، هناك شق التلحين الصرف
اللي بيعبر عن حالة معينة، عن شعور معين، نعم. عن منظر معين يمكن، هو التأليف الموسيقي، وفي الأغنية اللحن الشعر. نحن بالبلاد العربية نعم. معروفين بالشعر، وأصلاً الشعر هو في موسيقى يعني. صحيح. بالشرق بالوطن العربي تحديداً كان القسم الأكبر للأغنية إلى الدور بمجال التلحين. ممتاز. تأليف في تأليف، ولكن الأغنية كانت هي السباقة بمجال التلحين. نعم. أستاذ، المعايير التي تؤدي إلى نجاح العمل الفني في التلحين شو هي؟ العمل الفني، الأغنية هي فيها ثلاث عناصر بيحكموها، هي الكلمة بالبداية، صحيح، بعدين الملحن، بعدين الصوت. الملحن لازم يمتلك أدوات التلحين بالدرجة الأولى، هي موهبة من رب العالمين، هي الإحساس والشعور، صحيح. وكمية كبيرة من المخزون الموسيقي والفني تكون موجودة عنده من سمع والعلم الموسيقي، إضافة إلى الكلمة الجميلة اللي هي بتعبر عن حالة معينة، ولازم تكون كلمة بمفهومة إلى هدف. يعني نحن نفتقر اليوم للكلام الجميل بالأغاني. نعم. طبعاً بيجي الصوت، الصوت الجميل بيترجم كل هالحالة لتوصل لإذن المستمع. وأحياناً تكون اللحن جميل والكلمة جميلة، لكن الصوت لا يساعد. هي ثلاث أركان. نعم. أي ركن منهم بدي فيه خلال، نعم، بيأثر سلبي على العمل. أكيد. ما شاء الله عليك، قدمت لحن جميل للفنان لارا الأردنية، لارا عليان. لارا عليان. تحت الشتاء. تحت الشتاء. خلينا نتكلم عن هذا. أول شيء، لارا فنانة أردنية فلسطينية كانت مقيمة هون بأبو ظبي. التقينا نحن وياها على رؤية وحدة من الموسيقى والفن، هي بتتبنى الأغنية الهادفة اللي بتحمل معاني وكلام جميل، إضافة إلى ألحان ملتزمة وعندها ثقافة حلوة. بقى هالشي جمعنا نحن، وكان كلام الأغنية للدكتور صديقنا وشريكي، هو شريكي الفعلي بأعمالي كلها، الدكتور إياد أحوج، نوجه له تحية، نوجه تحية للفنان لارا عليان. وكان العمل تحت الشتاء هو يعني أول أعمالنا، إن شاء الله رح يكون في أعمال تانية. ولقت إعجاب ورواج بالوطن العربي يعني، وكان لها كثير ناس حبوها، وإن شاء الله تعجبكم كمان. إن شاء الله نحن بنسمعها الحين. نحن نسمعها وياكم يا مشاهدي الكرام، ونستمتع إن شاء الله فيها ونسمعها. ما في ديار
الله الله جدا يعني الاغنيه جميله وماخذه لحن كذا هادي وصباحي مثل ما ذكرت انت. بالضبط بالضبط. فكان ودنا يعني يطلع الشمس ونسمع الاغنيه ويرجع لنا الشتاء مع الصبح الصبح من الشتاء. زين استاذي خلال مسيرتك الفنيه الغنيه بالابداع وما شاء الله يعني انت غني عن التعريف، وين تشوف الاغنيه العربيه في الوقت الحالي؟ صراحه هذا السؤال بده حلقه لحاله. خذ راحتك خذ راحتك عادي. للاسف الاغنيه العربيه بالعصر الحالي في تدني جدا واضح. اختزلت الاغنيه كثير من قوالب الغناء العربي. نحن بالغناء العربي غني غني جدا، في عندنا الدور، عندنا الموشح، عندنا القصيده وعندنا الطقطوقه. حاليا الاغاني اللي موجوده على الساحه سواء ببلاد الشام او بمصر او بالمغرب العربي حتى بالخليج كلها تشبه بعضها، صح سريعه، كلها ايقاع واحد. اختزلنا كل الايقاعات لانه نحن عندنا ايقاعات جدا كثير وكثير حلوه، اضافه للنغمات، نغمات موسيقيه جميله جدا وراح تنقرض بهالوقت الحالي لانه الملحنين والمطربين للاسف استخدموا مقامين او نغمتين اللي اغلبيتهم النهواند والكرد. بقى اختصرت كثير من الموسيقى اللي نحن الغنيين ومشتهر فيها. والكلمه اللي هي اساس الاغنيه ما عاد عندنا الكلمه الهادفه، الكلمه اللي بتعلن لها المعنى، ما لها معنى. يعني ضعف الكلمه ياثر على الاغنيه بشكل عام. طب اسباب ترجع لمنو؟ كل مين بيقول السبب على الثاني، بس انا برايي الذائقه السمعيه بالوطن العربي تدنت، ممكن نظرا للمشاكل الموجوده، عدم تفرغ الناس، عدم استمتاع بالاغنيه، صار بده شيء سريع، الوقت وغيره، ممكن حتى الاغنيه ما عادت اغنيه لزمن ما بتدوم، يعني صحيح. عباره عن اشهر معدوده وبتروح. ويقول اكثر شيء ايقاعات اللي هي الراقصه بالضبط يعني. اللي هي بتستهوي مش الاذن والروح والوجدان، بتستهوي اشياء ثانيه، الحركه بالجسم وفشه الخلق يعني مش اكثر. أستاذ ميشيل خلينا بنسمع شيء من أول ألحانك اللي أنت سويتها. بنرجعك شوي للوراء. آه. على ذكريات الحلوة. منغيركم شوي الجو. ونسمع من أول أعمالك اللي كمان بدي أحكيه. طبعا أكيد لها قصة بعد. في هيك شيء. أغنية بتقول سرقتني من حالي يابا، تايه تركتني بعذابة، الله كل جمال عشت روت وكل الذهب والياقوت ما بيطلع نقطة بكتابة، سرقتني من حالي يابا. كلمات صديقنا الشاعر أستاذ يوسف حلاوي، كمان بنوجه له تحية، وهي من أوائل الأغاني اللي أنا اشتغلت عليها. يعني يا سرقة من عيون النوم وحب بك شاغل بالي، سهران سهران عدى نجوم، غني الليالي بالليالي، يا سرقة من عيون النوم وحبك شاغل بالي، سهران عدى نجوم، غني الليالي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل، ليل سرقتني من حالي يابا، تايه تركتني عذاب، سرقتني من حالي يابا، تايه تركتني بعذاب، كل جمالك عشت روت كل الذهب والياقوت، كل جمالك عشت روت كل الذهب والياقوت، ما بيطلع نقطة بكتابة، سرقتني من حالي يابا. سرقتني وانا حالي حال، سرقتني
سرقتني والزنبق مال سرقتني وانا حالي حال سرقتني والزنبق مال ويا قمر نور لي دربي زحلي هالعتمي عن دربي يا قمر نور لي دربي زحلي هالعتمي عن دربي أماني ضوي لعتابة سرقتني من حالي يا با. الله ما أدري ليش ردني على أغنية على دون على شو اسمه نسيت حتى ببالي على دون هذه والله كاتبتنها في مقطع قلت هي أغنية قديمة على دون ساعدني الفولكلور السوري هاي نغمي نغمي يعني الكلام يوم الحب يوم نحكي لبلاد الشام يعني على دون العونه شيء كذي نسيتها المهم فذكري على على دون العونه ايوه دون العونه بعيد شوي نفس المقام يمكن في 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 لقطه منها الروح روحي الشاميه يعني بشكل عام زين المشاعر زين انقذتني لما فيها شويه غزل هي حركت فينا المشاعر يعني ما اقدر اكمل فيها هيدي انت ما عاد حدا سارقك وما حدا عارفك انت اللي سرقتني باللحن والله بصراحه بكلمات الاغنيه وادائها صراحه انت اللي سرقتنا يعني خليلي اياك حتى اللي ما يحب يتخيل انه يحب من احنا مشان هيك شو شغلتنا ايوه والمخرج خليك تعشق اكثر بعد على الرياكشن اللي يقول لك عطى وكذي الله يعطيكم العافيه يعني في زاويه شاقه في عالم التاليف الموسيقي وهي الارتجال الموسيقي زين وهو يعني انجاز عفوي مباشر لخلق فكره موسيقيه لحنيه فيها شويه صعوبه وما رايك بهذا الارتجال الارتجال هو ما بيكون مدروس يعني هو بيجي بحاله معينه انما اما مطرب بيكون على ستيج على مسرح لايف بيسلطن على نغمة معينة على مقام معين بيرتجل مثل الليالي أو غيره أو بيكون بحالة معينة موسيقياً يعني عازف عم يعزف كمان بيسلطن أو شيء هذا الارتجال هو خلق لحن بوقته وهي ما بيقدر عليها مين مكان يعني هاي الارتجال لازم يكون متمرس الفنان سنجل. متمرس نعم. ويكون عنده القدرة ومخزون سمعة ليقدر يعكس حالة الارتجال وهالسلطنة بهو حالة ما بيقدر يعملها غير الإنسان المحترف أكيد طبعا بنسمع على آلة البزق شيء ثاني بعد أكيد الآلة الجميلة أول شيء قبل لا تسمع تكلمنا عن الآلة هذه البزق هو آلة قديمة نعم وكانت حتى بيقولوا أصل العود كان بزق كان حتى وجد منه برسومات عند الفراعنة بالعراق قديما بداية العود بداية العود كان كشكل نعم. بعدين البزق هو يعني صار موجود تطور بعدة مراحل هلأ نحن بالوطن العربي بصراحة معروف أكثر شيء ببلاد الشام بالخليج شوي ما كثير نسمع الخليج العود الخليج العود طبعا نعم. هو تركيا وبلاد الشام خلينا نسمع بدنا نسمع اكيد رح نشوف كيف بدنا نوصل كمان رح نسمعكم عمل الله في اختلاف طبعا اهدى كذا طبعا ناخذ صوت بس شوي اوكي ناطر
مسكين يا ورد مسكين يا ورد. هيك شوي صغيري نحن ما بنسأل، أنا أكثر شيء بأسمع. لا والله عندنا يعني موسيقى وعندنا ملحن وعندنا مطرب. زين في أغنية أنت كتبتها ولحنتها عم طارح بعيدة. عم طارح بعيدة لو نتكلم عنها شوية. عم طارح بعيدة، كل مغترب بحس بحنين للوطن. أكيد. وكنت أنا كنت مقيم بأوروبا فترة من الفترات، وكنت بصراحة ماشي بالسيارة وخلق معي الكلام بوقته ولحنتها وسجلتها وكان لها رواج كمان حلو. ممكن تتغنيها لنا ولا نحن عندنا نسمعها على ال ممكن نغنيها مقطع منها؟ نحن بنسمعها بصوتك. اوكي هي بصوتي. لا حبيبي اسمعها. طيب يلا خلاص نحن راح نخليها، نحن نعرضها الحين. اوكي راح نعرضها الحين سينا افضل. راح نشوفوا يا مشاهدين الكرام الأغنية. طارح بعيدي خدني يا زمان، بنقعد تنهيدي تعبت الأحزان. طارح بعيدي خدني يا زمان، بنقعد تنهيدي تعبت الأحزان. سمي قصيدي ضيع عالنسيان. ما شاء الله عليك إبداعات وذكريات حلوة وصوت جميل. تسلمي لي يا رب. ما شاء الله عليك قدمت كذلك لحن جميل للفنان لما نصر يا شام. خلنا نتكلم. وجه تحية لأستاذتنا لما نصر السبتي شخصية. أكيد هي سبب وجودي معكم هلأ. صديقتنا الغالية المنتج المنفذ عندكم. نعم. مدام لما، مدام لما مثل ما بتعرفوا عندها كتير مواهب ما شاء الله عنها. نتمنى مرة تكون هي ضيفتنا. يا ريت يا ريت. أنا لو عرفان كنت جبتها معي ضيفة. أنا ودي الحين تدخل هي. يا ريت والله. أنا بدخل معنا أستاذة لما. الله يعطيك العافية. ونحن ولما يعني كان الأوضاع اللي صارت بالشام وعموما بالوطن العربي صحيح لامست فينا الحنين والزعل على اللي صار. أكيد. ودائما الدكتور اياد احوش الشاعر المقيم بكندا هو عراب هالاغنيه والشريك الحقيقي هو بكل الحاني تقريبا شبه شريك دائم. كتب الاغنيه اللي بتقول يا شام يا منام عغفلي مرق شو بتنفع الايام لو بكره انسرق. صح. احنا راح نسمعها ونشوفها الحين معاكم إن شاء الله تعالى ونستمتع فيها إن شاء الله. والله إن شاء الله يسر كل الأمور لكل إخوان المسلمين في كل الوطن إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نسمع الأغنية الحين.
أغنية جدا جميلة وكلماتها معبرة حتى في اللحن يعني وفقتم فيه يعني الحمد توصيل لله. الرسالة الحمد لله الحمد لله رب العالمين لله. طبعا نحن استمتعنا معاك والوقت داهمنا يعني أكيد يبغانا مرة ثانية إن شاء الله نشوفك فعلا لأن ما شاء الله عليك بحر من الألحان خليني إياك يا رب أنا سعيد بوجودي معك طبعا نحن بنرجع بنختم معاك بأغنية بعد ما نودع المشاهدين نعم. وودع جسام أشوفك على خير إن شاء الله إن شاء الله أكيد ضيفنا ميشيا شلهوب ملحن ومطرب شكرا على تواجدك اليوم معنا خليني إياك يا رب مشاهدينا وصلنا للختام لكن أكيد ما بنختمها كذي بنقول ختامها مسك ختامها مسك وخليكم معاهم
تصبحون على سعادة. رح نختم بقصيدة للأستاذ الشاعر رأفت الخطيب. يا غزال الحسن أقبل يا غزال هاج قلبي نجم صبح يتلالى يا غزال الحسن أقبل يا غزال هاج قلبي نجم صبح يتلالى ساحر الطرف يمنيني ساحر الطرف يمنيني تعالى فإذا دنوت منه قال لا 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 لا